أعزائي المشاهدين، عنا اليوم لعبة جديدة ومعنا مشتركين اثنين. لعبتنا اسمها شو الفرق، وهي برعاية أحذية لباطة. المشترك الأول معنا لليوم هو دعبول. أهلا وسهلا بدعبول. هلا كمان بنرحب بالمشترك الثاني دلول. أهلا أهلا بدلول. سؤالنا الأول اسمعوا منيح، هو واحد بطنه على الزفت وواحد بطنه على الجازون، مين اني؟ انا عرفتهم، واحد زاحف على طريق الشام وواحد زاحف قدام بيت الابيض. برافو دلول، برافو. سؤالنا الثاني اسمعوا منيح، اسمعوا منيح. اسود وناشف، ابيض ورطب، عن شو عم نحكي؟ عرفتها، سحسوح من جونداليزا وبزقه من المعلم. برافو دلول، برافو. سؤالنا الثالث بيقول سرمايه بحريه وسرمايه نهريه، شو هني؟ عرفتهم، المدمر اكول وتهريب السلاح بمجرى نهر العاصي. برافو دعمول، برافو. رابع سؤال لليوم، يا بس يا هش، عن شو عم نحكي؟ أنا عرفت، مسؤول لبناني عم برحبوا فيه يا بواشنطن يا بالشام. عافيك يا دلول، برافو. خامس سؤال لليوم، اسمعوني منيح، انتي وانتي، مصيبة رايحة مصيبة جاية. عرفتن، جونداليزا رايس والشقيقة، مزبوط؟ برافو 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 برافو، مزبوط 100%. وآخر سؤال لليوم، حمار على اليمين وحمار على الشمال، نحنا. برافو، مزبوط، نحنا الحمير. وبتربحوا معنا جوز أحذيك من سبونسر تبع البرنامج لباطة. أحذية لباطة بيقدموا لكم معنا جوز الصباط.